صباح الخير على كل مشاهدينا، واهلا بكم. عدنا مره اخرى على الهواء مباشره. انطلق بالامس فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، واللي بيقام في سويسرا لمده اسبوع، وهيحضروا طبعا قاده العالم في السياسه والاعمال والمجتمع من مختلف دول العالم، وهيكون تحت عنوان اعاده بناء الثقه. هنتعرف عن تفاصيل اكثر عن هذا المؤتمر الاقتصادي العالمي الهام مع ضيفنا الاستاذ علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي. صباح الخير واهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين حضرتك تعرف المشاهدين بهذا المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، واللي بيقام في سويسرا. بالحقيقه اسسه الماني كلاوس شوب، الكلام ده من حوالي اكثر من 40 سنه، وكان فكرته انه يكون منتدى فيه مناقشه حره كده بعيد عن الرسميات وده، لكن في الحقيقه اكتسب قوه يوم بعد يوم، واصبح بيكون هو محل اهتمام للعالم كله، واصبح زعماء سياسيين وكبار اصحاب الشركات بيهتموا جدا انهم يحضروا، لان تقريبا بيبقى في رسم لخريطه الجديد في العالم يعني. وهم كل مره بيكون في عنوان مهم اللي بيكون فيه مناقشه فيه، بحيث يكون فيه مناقشه بعيد عن الرسميات وبعيد عن البروتوكولات يعني، في الجزء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يعني. وكان زمان بالاهتمام في الاول مجرد ابداء راي، لكن ابتدى دلوقتي اندماج السياسه مع الاقتصاد، وجود قاده دول، وجود اصحاب شركات يعني، فابتدى يكون له تاثير على العالم، وابتدى يكون بيرسم سياسات استراتيجيه. نعم. ايه اهم القضايا اللي هيتم مناقشتها هذا العام، وخصوصا احنا عارفين طبعا ان احنا كنا بنعاني من ازمه اقتصاديه بدايه من كورونا، وبعد كده الازمه الاقتصاديه العالميه والتضخم اللي حصل في العالم وارتفاع الاسعار، فايه اهم القضايا اللي هيتم مناقشتها في المنتدى هذا العام؟ في الحين في مشاكل اقتصادية مستمرة من الأزمة المالية اللي تمت في 2008، وبعد كده ما كانش لسه العالم تعافى منها، حدث الكورونا، وبعد الكورونا في أحدث الحرب الأوكرانية الروسية، ثم بعد ذلك ما حدث في غزة وغيرها يعني. فده ليه تأثير. احنا في الحقيقة ما تعافيناش من الأزمة الاقتصادية، لكن العالم انتبه ان لازم يهتم بحاجات بتكون لها تأثير كبير، اللي هي زي التنمية المستدامة يعني، وزي الاهتمام بفكرة البيئة، والاهتمام بالانبعاث الحراري وتأثيره على ده. كان زمان بعض الأفكار دي بيعتبروها أفكار للأغنياء فقط يعني، الاهتمام بالبيئة ده. وفي الحقيقة الدول الكبرى هي المسؤولة بصورة أكبر عن الانبعاثات الكربونية والمشاكل في البيئة يعني. فابتدى ان يبقى في تأثير بالنسبة لديفوس كمنتدى فيه سياسيين واقتصاديين يعني، ان هم يهتموا بجزء الطاقة، تأثير الانبعاث بس المفروض الحراري. انه في المؤتمر ده بيتقدم حلول، ولا مجرد ان هم بيعرضوا المشاكل، ولا بيبقى لا في حلول كمان؟ بيبقى هي في ثلاث خطوات يعني، بيبقى في مشكله بيحاولوا اقتراحات الحلول، وبعدين العالم بياخد قرار جماعي ايه اللي احنا نقدر نتحرك فيه يعني. فمفروض ان 2030 دي هتبقى الانبعاثات الكربونيه عاليه جدا، وهتاثر سلبا على البيئه، وللاسف دي من الدول الكبرى، الصين وامريكا والاتحاد الاوروبي، لكن اللي تاثر بيها سلبا السكان في الدول الفقيره يعني، في اسيا وفي افريقيا يعني، ابتدى يحدث جفاف في بعض الاماكن، ابتدى يحدث فيضانات، فابتدى يكون لها تاثير سيء جدا على الناس. طب وده ايه تاثيره على الاقتصاد؟ تأثيره كبير جدا، النهاية تأثيره على الاقتصاد والاجتماع، لأنك أنت في الآخر في دولة أفريقية فيها جفاف بسبب الانبعاث الكربوني، فجزء من الناس هيكون في بطالة، ممكن الجريمة تزيد، ممكن الهجرة غير الشرعية تزيد، ممكن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هيكون بالسلب يعني. فابتدى العالم ينظر للموضوع نظرة كلية، أن التنمية المستدامة مرتبطة أنك تهتم بالبيئة والجزء. طيب بس هي المفروض مش بس الدول الأفريقية اللي بتشارك، مفروض مختلف دول العالم، من دول أوروبية، الولايات المتحدة أعتقد يعني. هي الدول الأفريقية غالبا مش مشاركة، أو المشاركة فيها قليلة، لكن في الآخر أصبحت دي مشكلة عالمية، لأن مشاكل اللي بتأثر على البيئة وغيرها ده بعدين بيكون لها تأثير ضار اجتماعيا، فابتدى يبقى في هجرة غير شرعية، ان الناس ما تلاقيش فرص شغل في افريقيا فبتحاول تهاجر لاوروبا، وده تأثيره سلبي. بالإضافة ان هيبدأوا يناقشوا حاجات جديدة زي فكرة تأثير الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي وسلاح ذو حدين زي طبعا انه هياخد فرص من ناس عادية، هياخد شغل. بيتكلموا انه ممكن 40-50% من المهن اللي موجودة دلوقتي هتختفي خلال 20 سنة، هتختفي تماما يعني. فهي فكرة ازاي يحاولوا يعملوا بديل. والجزء الثاني ان
الذكاء الصناعي ده ممكن تبقى فيه بعض التطبيقات خطيره جدا جدا. يعني انت بالذكاء الصناعي ممكن واحد يقلد صوتك، يقلد شكلك، يقلد كده، فهيعمل مشاكل اجتماعيه وسياسيه وغير عاديه. اذا بيتم فعلا مناقشه المواضيع دي كلها، واذا حضرتك بتقول ان العالم خلال السنوات القادمه ان عدد كبير من فرص العمل هتقل بشكل كبير، وده حاصل فعلا دلوقتي في بعض الدول الاوروبيه، في انجلترا انا مش عارفه الاحصائيات كام، حوالي 15% تقريبا، يعني كل سنه 15% من عدد الموظفين بيتم الاستغناء عنهم على مستوى العالم. فيعني هل هيكون في حلول، هيكون في بدائل يعني الخسائر دي، يعني بالذات لو هم فعلا عايزين يتجنبوا اي ازمه اقتصاديه؟ هم بيخافوا اكتر من ازمه اجتماعيه، لان في الاخر تاثير ان البطاله بتزيد ده يعني الجريمه هتزيد، يعني مش هيكون في استقرار اجتماعي. فهو الفكره ان المنتدى يتكلم دلوقتي على اعاده تاهيل للناس، يعني اذا كانت في وظيفه هتتلغى يكون ليها بديل، يكون ليها، يكون الناس اللي بيشتغلوا الوظيفه دي ناهلهم عشان يشتغلوا وظيفة تانية. يعني ما بقاش فكره ان احنا نسيبهم نخترع وظائف جديده، نفكر في فكره جديده، نخترع حاجه جديده. والذكاء الصناعي في الحقيقه في خطوراته وفي حاجه، ولكن في نفس الوقت الذكاء الصناعي ممكن يقدم للدول كثير من المشاكل. يعني انت مثلا دوله زي مصر، انت عندك زياده سنويه حوالي 2.5 مليون. بس عايز اقول لحضرتك، هي موضوع الوظائف اللي بتختفي وبيحل مكانها وظائف اخرى بسبب التكنولوجيا دي موجوده. لو حضرتك تفتكر مثلا من 20 ومن 30 سنه قبل الموبايلات، كنا نطلب مثلا سنترال عشان تكلم محافظه ثانيه او تكلم اي دوله بره مصر، اختفت الحكايه دي، ما بقاش في موظف السنترال، بقى دلوقتي انت من الموبايل بتاعك تقدر تكلم اي دوله في العالم. فده طبيعينا مع التكنولوجي ان في وظائف بتختفي وبيحل مكانها وظائف اخرى. دي كان موجود، بيحصل عمليه التقدم الاجتماعي كل شويه بيغير من الامر، لكن في الحقيقه الذكاء الصناعي هيكون الموضوع سريع جدا جدا. يعني الموضوع هيبقى اسرع من وتيره اللي كان بيحصل في العالم. لما يعني يحصل تغيير من حاجه، الناس غيرت من القطر ركب الطياره مش عارف، غيرت، فبياخد وقت طويل. انما لا، الذكاء الاصطناعي هيبقى تغيير سريع، التغيير سريع جدا جدا. فعشان كده لازم تلحقه وتلحق، ده هياثر على الاسره، ياثر على ده. طب ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تقدمها للمشاهدين دلوقتي؟ لو مثلا اسره عندها ابنهم لسه هيدخل الجامعه، بتقترح عليه ان هو يدرس ايه بحيث ان هو يكون مواكب السنين اللي جايه؟ احنا في الحقيقه احنا عايزين نتكلم مبدئيا فكره الدوله نفسها، ان التعليم التقليدي، فكره المدارس والجامعات التقليديه والدراسات التقليديه، لازم الدوله تساعد ان يكون في دراسات جديده، دراسات في الذكاء الاصطناعي، دراسات في حاجات التكنولوجيا، في النانو تكنولوجي، ان الحاجات دي هي دي اللي ليها مستقبل. كليات القمه، يعني تنتهي فكره كليات القمه اللي هي الطب والهندسه. لا بس هو الطب والهندسه عمره ما هيروح، يعني لا هيتاثر كتير جدا. ان حضرتك ممكن الروبوت بيعمل عمليه، انت في استراليا، ان الروبوت يعمل لك عمليه؟ تكون في استراليا وبيعمل عمليه شخص في امريكا، الروبوت. بس هو برضه مين اللي بيتحكم في الروبوت؟ ما هو انسان برضه. لكن حضرتك بدل ما كان احنا محتاجين 1000 جراح قلب، ربما محتاجين 10. فهي الفكره ان الناس متخيله لا، الذكاء الصناعي ممكن يوصل لاي مهنه، يعني ممكن مهنه الطب، ممكن الهندسه، مش هتتلغي تماما، لكن في الاخر هتقل الحاجه ليها، ويبقى بدل ما عندنا 600,000 طبيب، يبقى احنا محتاجين 50,000 طبيب. والباقي دول ما هو برضه الباقي دول تعيد تأهيلهم، تعيد تأهيلهم يشتغلوا في حاجه ثاني، تعيد تأهيلهم. التأهيل ده يعني فكره التطوير او المو. طيب يعني خلينا نروح تاني لمؤتمر دايفيس اللي هو طبعا بيقام في سويسرا. اشمعنى سويسرا بالتحديد يعني؟ واحنا عارفين طبعا سويسرا بالذات في موضوع البنوك والاقتصاد عندهم نوع من الانفتاح، يعني تسهيلات دايما البنوك عندهم ليها نوع من السكيورتي العاليه جدا، حمايه حتى لاي شخص بيودع يعني فلوسه في البنوك في سويسرا. فهل ده ليه علاقه بالمؤتمر ولا لا؟ لا هو ملوش علاقه، ده هو ليه المؤتمر العلاقه ان سويسرا بلد محايد ليه 300 سنه ما دخلش في حروب مع حد. اخر حروب كان مشارك فيها حروب نابليون، ومن ساعتها سويسرا قررت انها تكون محايده، مفيش، مش هتشارك في اي حرب. فبالتالي ده البلد اللي ممكن كل الاعداء وكل الاصدقاء يتقابلوا فيه بدون مشاكل وبدون اي حساسيه. يعني هو ابتدى الموضوع كمنتدى فكري، لكن بعدين ابتدى يتحول لمنتدى اقتصادي. ففكره ان سويسرا مش موجوده مع الشرق ومش موجوده مع الغرب، اللي هي طرف، هي حياديه يعني، حياديه 100% يعني. وحتى هي رفضت تنضم للامم المتحده، يعني سويسرا رغم ان عندها المقر الاحتياطي بالنسبه للامم المتحده، هي مش عضو في الامم المتحده، لان هي مش عايزه تكون في مشاكل تصوت لطرف ضد طرف. يعني هم مهتمين بالجانب الاقتصادي، مهتمين بالجانب الاقتصادي، وان هم يوفروا بيئه مناسبه للاستثمار، وبالتالي مش هيكون مع اي طرف سياسي او اقتصادي.
وده تفكير ناجح يعني، لان هم فعلا اقتصاديا مستقرين جدا. لا هو تفكير ناجح لان ينفع مع سويسرا، انما ما ينفعش مع دول كبيره او دول محوريه زي مصر يعني. انما في الاخر سويسرا نتيجه ان هي وضعها في اوروبا وحجمها الصغير وعدد سكانها الصغير، فالعالم تقبل فكره ان هي تكون محايده. طيب ايه الدول اللي هتشارك؟ حضرتك قلت افريقيا هيبقى عدد قليل جدا، لكن معظم الدول هتبقى من اوروبا و اوروبا وامريكا والصين واليابان. يعني هي يعني الدول الكبرى 60 يعني. رئيس حكومه ورئيس دوله مشاركين من الجانب السياسي، واكثر من 3000 شخص مؤثر في الاقتصاد، سواء كبار مساهمين سواء لهم ارتباط قوي بالاقتصاد يعني. وهي الفكره زي ما قلت لحضرتك انك انت بتناقش الاقتصاد بالسياسه وتاثيراته الاجتماعيه بدون البروتوكولات، وبدون يعني بيكون بمرونة أكتر، وفكرة أنك أنت بتشوف المشاكل اللي موجودة في العالم وهل دي ممكن تتحول بالنسبة لك بدل ما هي محنة لمنحة ويكون عندك فرصة تحلها، أو في عندك مشكلة تبدأ تجهز نفسها يعني زي فكرة البيئة والانبعاث الكربوني ومشاكل مثلا الذكاء الصناعي، لأن كل شوية بيبقى في حاجة جديدة يعني، فإزاي العالم يفكر يتعامل معاها. وفكرة أن يكون في تنسيق عالمي، لأن دلوقتي مجرد أن حاجة بتتم غلط في مكان في العالم كل العالم بيدفع ثمنها، زي ما حصل مثلا كورونا. الكورونا تسرب من مكان في الصين يعني أثر في العالم كله يعني. فهي فكرة أن بعدين لما يكون حد يفتح مركز طبي او مركز حاجه زي كده لازم يكون عنده متوافق مع المواصفات العالميه عشان خاطر يقدر يكمل يعني. طيب حضرتك يعني عايزين نعرف برضو التحديات اللي حضرتك ذكرتها، اهمها طبعا التلوث الحاصل في البيئه، الذكاء الصناعي طبعا، لكن الازمه الاقتصاديه دي اعتقد انها صعب انها تتحل في مجرد منتدى يقام لمده اسبوع يعني. لا الازمه الاقتصاديه هي مستمره من فتره، وانا في تقديري الشخصي ان الازمه الكبيره هتكون الديون السياديه. الديون السياديه مشكله في كل دول العالم، من امريكا لليابان للدول الصغيره او ده. فهي فكره ان هم يقدروا يتوافقوا مع فكره ده، وان العالم كله اصبح قريه واحده، وان اي تاثير سلبي سواء اقتصادي او اجتماعي بأثر في الكل يعني. فكرة انك انت عايش في اوروبا ومالكش دعوة باللي حصل في افريقيا، وانك انت في الصين تعمل مصانع، لا الشيء ما يكون مؤذي بينتقل للكل يعني. اكيد. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك ان في السنوات الماضية طبعا كان في برضو التحدي كبير جدا بالنسبة للحماية من الفيروسات، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نخترع بسرعة يعني فاكسينز للفيروسات دي، هل ده هيتم مناقشته كمان؟ لان ده بيأثر على الاقتصاد بشكل كبير كمان. هو ده بيأثر على الاقتصاد، ان هي فكرة ان خاصة بالنسبة للدول النامية يعني، ان الادوية في اوروبا والتامين الطبي والعلاج في اوروبا بتكلف كتير جدا، اوروبا وامريكا يعني، والدوله بتقدر تساهم فيه. لكن في بعض الدول في عندها مشاكل اقتصاديه من الاساس يعني، فمش يعني وغير ان الحجر الصحي اللي بيحصل، وان الناس بتفضل في البيوت والمدارس بتقفل والشركات الاقتصاديه. ولو حضرتك تفتكر وقت ازمه كورونا ناس كتير كانت بتشتغل من البيت على السكايب وعلى زوم وعلى فهي فكره ان تاثيره اكبر بيبقى على الدول الناميه يعني. الناس حتى الدول الاوروبيه برضو تاثرت. لكن الدول الناميه فكره هو ما عندوش كهرباء اساسا، فكره انه مش هيقدر يشتري علبه الدواء ب 100 دولار، مش هيقدر يشتري ده. فهي فكره ان العالم ابتدى يتحرر من الموضوع ده، انه بيقبل ان الادويه تتباع بسعر رخيص للدول الناميه عشان يكون متاح. انا في النهايه بشكر حضرتك جدا الاستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، شكرا جدا نورتنا. ميرسي لحضرتك. بشكر جدا كل مشاهدينا على المتابعه، وشكرا جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده في هذا الصباح، وان شاء الله بكره فريق عمل جديد.